السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طلبة الأعزاء، أنا محدثكم دكتور بسام كريم خضير. نلتقي اليوم بمحاضرة جديدة من محاضرات التقانة الأحيائية المعدة لطلبة المرحلة الرابعة قسم التحليلات المرضية في كلية العلوم جامعة الكوفة. بالمحاضرة السابقة أخذنا شيء عن العلاج الجيني باستخدام النواقل الفيروسية، ومثل ما وعدتكم انه في هذه المحاضرة راح نتطرق الى شيء من الدقة حول كيفية استخدام هذه الفيروسات او هذه الفيكتورات النواقل الفيروسية في نقل الجين المراد ادخاله محل الجين المعطوب، او نقل قطعة الدي ان ايه السليمة محل قطعة الدي ان ايه المعابة اللي حدث فيها تطهير ما. فاليوم راح نتكلم عن انواع الفيكتورات. طبعا الفرق ما بين الفيكتور والفيروس انه الفيكتور يكون غير ممرض، يعني معنى انه الجينات الاساسية لاحداث عملية امراضية بعض الجينات الاساسية مزالة من الفيروس، وبالتالي الفيروس لا يسبب حالة امراضية، ولذلك نسميه فيكتور في العلاج الجيني. أما الفيروس فنطلق عليه المصطلح هذا حينما يكون الفيروس في الطبيعة ويسبب لي حالة إمراضية معينة، بمعنى أنه ما متلاعب به جينيا. بالنسبة للفيروسات أو الفيكتورات اللي مستخدمة في العلاج الجيني نقسمها مرة إلى نوعين، مرة اللي هي عملية إدخالها يتم بطرق viral vectors، ومرة أخرى لا بطرق غير فيروسية. يعني بشكل عام أنه الفيروسات في العلاج الجيني يمكن أن نقسمها أو نصنفها إلى نوعين، الأول هو الفيرال فيكتورز والثاني هو النون فيرال ميثودز، يعني مجرد أنه قطع الدي ان ايه تدخلها بطرق فيزيائية إلى داخل الخلية وراح نتكلم عنها، أو لا طرق بيولوجية اللي هي الفيرال فيكتور اللي هو عن طريق استخدام الفيروسات، وراح نفهم شيء من التفصيل لما راح نتطرق للمحاضرة بشكل أكثر دقة. بالنسبة للفيرال فيكتورز عادة هناك مجموعة من الفيروسات اللي موجودة في الطبيعة واللي سخرت بالتقنيات الأحياء الجزيئي باستخدام يعني التقانة الأحيائية، سخرت لغرض أداء مهمة العلاج الجيني. من هذه الفيروسات هو الريترو فيروسز الأدينو فيروسز وكذلك الأدينو أسوشيتد فيروسز، فبالتالي هذه الثلاث أنواع هي تستخدم بشكل شائع. بالنسبة إلى أنواع أخرى تستخدم بدرجة أقل شيوعا اللي هي على سبيل المثال الهيربس سيمبلكس فيروس الـ HSV1 والباكلو فيروس أيضا يستخدم، ولكن هذه النوعين استخدامهم يكون نوعا ما أقل شيوعا من الفيروسات الثلاثة اللي ذكرناها مقدما، والسبب في ذلك أنه الفيروسات الثلاثة الأولى تتميز بميزات معينة تأهلها للاستخدام بشكل أفضل من باقي الفيروسات. ولذلك الآن إحنا مضطرين إنه نفهم شيء معين عن هذه الفيكتورات وكيف يتم استخدامها. بالنسبة للنوع الأول الأدينو فيرال فيكتورز فهذا مشتق من فيروس الأدينو فيروسز. فيروسات الأدينو فيروسز عادة تتميز بأنه المادة الوراثية مالتها هي عبارة عن دي إن إيه، يعني الفيروس هو دي ان ايه المادة الوراثية مالته المادة النووية، ويكون دبل ستراند دي ان ايه. عادة هذه الفيروسات تسبب لنا مشاكل بالجهاز التنفسي وكذلك بالامعاء الانتستينال وكذلك باصابات العيون اي انفكشن ان هيومن، خصوصا الكومون كولد اللي هو نزلات البرد الشائعة. عندما هذه الفيروسات عادة when these viruses infect host cells لما هذه الفيروسات تصيب الخلايا المضيف تحقن المادة الوراثية اللي الدي ان اي مالتها الى داخل الهوست. بعد عملية الحقن عادة المميز بهذه الفيروسات انه المادة الوراثية لها اللي هو الدي ان اي ما يروح يلتحم بالدي ان اي مادة الهوست، وانما يبقى بشكل independent يعني بشكل مستقل. بمعنى انه اضرب لكم مثال بسيط عليها، تعرفون انتم بالخلايا البكتيريه هناك اكو ماده وراثيه اساسيه اللي هي الجينوم
واكو هناك عندنا البلازميد. البلازميد عاده يكون حاوي على الانتيبايوتيك ريزيستنس وكذلك بعض جينات عوامل الضراوه، ويكون عاده مستقل. نقدر نشبه انه هذا النوع من الفيروسات بالبلازميد، كالبلازميد. يعني معنى انه الفيروس لما يصيب الخليه البكتيريه مجرد انه يحقن الماده الوراثيه مالته، الماده الوراثيه مالته ما تروح يصير بها incorporation او عمليه الانسرشن ضمن الجينيتيك ماتيريال مالت الهوست سيلز. وعاده هذا the DNA molecule is left free in the nucleus of the host cells، يعني تبقى بشكل حر بداخل الخليه المضيف. And the instruction in this extra DNA molecule are transcribed just like any other genes. بمعنى انه تعرفون انتوا هذه الماده الوراثيه مالت الفيروس اللي حقنت هي تحوى على جينات، بالتالي الجين هو عباره عن قطعه دي ان اي. وظيفته هذا الجين انه يتحول الى قطعه ار ان اي، وبعد ذلك من قطعه الار ان اي يعني بعمليه الترانسكريبشن يتحول الى قطعه ام ار ان اي، ومن قطعه ام ار ان اي يتحول الى بروتين بعمليه الترجمه. فبالتالي هذه الجين او هذه قطعه الدي ان اي اللي 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 تم ادخالها او ادخلت في داخل الخليه المضيف راح تعامل كمعامله قطعه الدي ان اي، قطعه الكروموسوم العاديه اللي موجوده داخل النواه. يعني بمعنى انه خليه المضيف راح تتعرفها، راح تحولها مباشره الى ار ان اي، وبعد ذلك راح تحولها الى قطعه دي ان اي. The only difference is that the extra gene، بمعنى انه هذه الجينات اللي انضافت are not replicated within the cell. It is about when these cells is about to undergo cell division. So descent of those cells will not have the extra gene. بمعنى انه مثل ما تعرفون على سبيل المثال انه بالخليه البكتيريه البلازميد لما تصير عمليه تضاعف بالخليه البكتيريه البلازميد ايضا يتضاعف. بالنسبه للادينو فيروسز لا، الوضعيه تختلف. لما تتضاعف الخليه قطعه الدي ان اي اللي دخلتها اللي هي جايه من الفيروس ما راح تتضاعف وياها. ليش؟ لانه ما بيها تركيب يسموه الاوريجينال اوف ريبليكيشن. بالتالي فانه هذه قطعه الدي ان اي اللي مطلوب من عندك انه تعرفها انه هذه قطعه الدي ان اي ما راح تتضاعف ويا من ويا الخلايا اللي تضاعفت. ولذلك بالعلاج الجيني نحتاج انه نسوي عملية administration. administration يعني ادخال، يعني تقديم القطعة الدي ان اي المعابة الى كل النسيج، الى كل الخلايا اللي موجودة. بمعنى انه الخلية اللي ما يصيبها الفيروس ما راح يتصلح بها الجين المعاب، العفو الفيكتور. الخلية اللي ما راح يدخل لها الفيكتور اللي هو عبارة عن فيروس ولكن غير قابل على احداث امراضية، وعادة نحمله بالجين مثل ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة. فبالتالي لما راح يدخل هذا الفيكتورز إلى داخل الخلية راح يصلح الجين المعاب. طيب المسألة المهمة اللي لازم تعرفها أنه في نوع الأدينو فيرال فيكتور لازم الخلايا كلها تصاب بمن؟ بهذا الفيكتور. بمعنى أنه الخلايا اللي ما راح يوصلها الفيكتور ما راح يصير بها عملية تصليح، وبالتالي كل النسيج حتى لو تجدد حتى لو تضاعف بعض الخلايا زين ما راح يصير بها عملية تصليح. ليش؟ لأن قطعة الفيروس اللي داخله إلها راح تصلح فقط الخلية اللي داخله بها. زين، عندنا نوعين من الأمثلة. النوع الأول اللي هو يسموه علاج اسمه جندسين. هذا النوع من العلاجات هو عبارة عن أدينو فيرال فيكتور محمل بجين. هذا الجين مسؤول عن تصليح الخلل الجيني اللي يحدث بجين اسمه B53. هذا الجين الـ B53 مسؤول عن كبح، مسؤول عن دي ان اي ريبير. بمعنى انه هذا الجين اذا 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 صار به نوع من انواع التحفيز راح يسبب لنا او الخلل الجيني المعين اذا صار به بالـ B53 راح يسبب لنا سرطانات. فبذلك الجندسين از ان ادينو فايرال B53 based gene therapy was approved by Chinese Food and Drug Regulation in 2003 for treatment of head and neck cancer. الجندسين هو عبارة عن نوع من أنواع العلاجات الجينية. يحمل هذا الجين اللي هو يعني مثل ما تعرفون بالمحاضرة السابقة ذكرنا أنه مبدأ عمل الجين ثيرابي انه ادخل جين سليم محل جين معاب. يعني الجين المعاب اللي موجود بالخليه مجرد انه ادخل بمكانه جين سليم.
بالتقنيات اللي ذكرناها مسبقا. فاللي يصير شنو؟ انه هذا الادينو فايرال احمل عليه جين سليم. بهذه الحاله بالجندسين اللي هو نوع من انواع الادينو فايرال فيكتورز، نحمل عليه قطعه جين البي 53 زين سليمه. البي 53 عباره عن جين، هذا الجين مسؤول عن الدي ان اي ريبير. بعض الاحيان تصير اكو طفرات بيمن بالخليه، فلما تصير اكو طفرات وراثيه بالخليه راح تصير مشاكل، فالبي 53 يصلح هذه الطفرات. طيب اذا البي 53 صار بيه مشكله اللي هو جين مسؤول عن تصليح طفرات جينات اخرى، اذا صار هذا بيه مشكله، اذا صارت بيه طفره، شنو اللي اتصوره؟ اللي اتصوره انه الخلايا البقيه مجرد انه تصير بها طفرات وراثيه مستمره تفقد القدره على اداء وظيفتها. ولكونه هذا الجين اللي هو البي 53 ما يقدر يصلحه لان هو بالاصل بيه مشكله، راح اتصور تصير عندي مشاكل اللي هي على سبيل المثال السرطانات. ولذلك نستخدم الجندسين حتى ادخل جين سليم اللي هو بي 53 سليم محل البي 53 المعاب، وهذا طبعا ابروفد معناه انه وافقت عليه، معناه انه الان يستخدم من قبل إدارة الدواء والغذاء الصينية في عام 2003، والآن يستخدم في علاج نوع من أنواع السرطانات يسموه بالهيد أند نيك كانسر. طيب هذا الجندسين. النوع الآخر هو الأدفكسين، أيضا نوع من أنواع العلاجات الجينية اللي يستخدم لنوع من أنواع الخلل الجيني اللي يحدث، واللي وافقت عليه ايضا اداره الغذاء والدواء الامريكيه، والان مستخدم منذ عام 2008. هذا فيما يخص الادينو فايرال فيكتور. عندنا نوع ثاني من انواع الفيروسات يسموه ادينو اسوشيتد فيروس، اللي هو ادينو اسوشيتد فيكتورز. ايضا الادينو اسوشيتد فيروسز بالطبيعه هي عباره عن نوع من انواع الفيروسات اللي تكون صغيره جدا. بالنسبة للأدينو فيرال قلنا أنه المادة الوراثية بي دبل ستران، بالنسبة للأدينو أسوشيتد فيروس المادة الوراثية بي سينجل ستران دي ان اي فيروس، يعني مو دبل ستران دي ان اي. اللي يميز عادة هذا النوع اللي هو الأدينو أسوشيتد فيروس أنه بالطبيعة هذه الفيروسات لا تستطيع أن تصيب خلايا المضاعف إلا باستخدام عادة وجود نوع آخر من الخلايا الأخرى اللي موجودة، بمعنى أنه نوع آخر من الفيروسات، بمعنى أنه لازم أكو فيروس مساعد آخر، فبالتالي ما يقدر يسبب لنا إصابة إلا أكو فيروس آخر صاب الخلية مسبقا. فلذلك نقول أنه هو عبارة عن cannot usually undergo productive infection without co-infection by a helper virus such as adenoviruses، معنى انه ما يقدر يسبب لنا اصابه الا بوجود فيروس اخر مساعد له. اللي يتميز به الادينو اسوشيتد فيروس انه الدي ان اي مالته يكون جدا صغير الحجم. بالنسبه للفيكتور انه محور، ولذلك يحوى على 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 ماده وراثيه تقدر بحوالي 4.5 ألف قاعده نيتروجينيه، في حين على سبيل المثال الكورونا فيروس اللي الآن منتشر المادة الوراثية مالته هي عبارة عن 28 ألف قاعدة نيتروجينية. فشوفوا الرقم هنا، هنا 4.5 هناك 28 وهكذا. اللي يتميز به أنه الأدفانتج مات هذا الأدينو أسوشيتد فيروس أنه تقدر تحمل عليه جين كبير جدا زين. واللي يميز ايضا به انه عاده هذا النوع من الفيروسات لما نتحقن بداخل الخليه يصير بي انتجريتد انتو كروموسومال دي ان اي، بمعنى انه مجرد ان يدخل للخليه يتحول الى دبل ستراند، من سنجل ستراند يتحول الى دبل ستراند، بعد ذلك بعد ما تحول الى دبل ستراند زين داخل الخليه راح يندمج ويا من ويا كروموسوم خليه المضيف. بالنسبه للنوع الاول قلنا انه يبقى مستقل، بالنسبه للنوع الثاني لا، يروح يندمج يصير بيه عملية incorporation أو integration ويا من ويا الكروموسومال دي ان اي مالت المضيف. اللي يميز نوع هذا النوع من الفيروس الفيكتورات انه يكون جدا امين وجدا سيف للاستخدام. ليش جدا امين؟ لانه حوالي 96% من الجينات الموجودة بهذا الفيروس تمت ازالتها باستخدام تقنيات الهندسة الوراثية،
وفقط 4% اللي لازمه لضروره يعني انه بقاء فعاليه هذا الفيروس واداء وظيفته، اللي هو انه يستخدم لنقل الجين اللي انا دخلته به لداخل الخليه. فقط هاي الجينات المسؤوله عن عمليه الاصابه هي اللي بقوها العلماء، زين. ولذلك 96% من جيناته اللي مسؤوله عن احداث عمليه امراضيه تمت ازالتها. هذا النوع الثاني. النوع الثالث اللي هو الريتروفيروسز. بالنسبه للريتروفيروسز عاده اللي طبعا مثل ما قلنا ان لما نقول ريتروفيروسز فيكتورز معناه انه فيكتورات نستخدمها بالعلاج الجيني. المره الثانيه اكد عليها النقطه انه هذه الفيكتورات هي عباره عن الفيكتور هو عباره عن فيروس لا يسبب امراضيه، مهندسي العلماء وراثيا بحيث انه لا يسبب امراضيه. شلون مهندسي وراثيا؟ شكو جين مسؤول عن احداث الاصابه شايلين، شكو جين مسؤول عن ضراوه الفيروس شايلين، مبقين الفيروس بس يسبب اصابه. حتى شنو؟ حتى الجين اللي دخلوه ويا الجين اللي لصقوه ويا من ويا الماده الوراثيه مالت الفيروس يدخل الى داخل الغاليه، بمعنى انه حتى يستخدم لغرض العلاج الجيني. اما لما اقول فيروس فاللي اقصد به انه يستخدم اللي اقصد به العفو هو الفيروس اللي موجود في الطبيعه اللي يسبب لي عمليه امراضيه. زين، خلينا نشوف شنو هذا الريترو فيروسز. بالنسبه للريترو فيروسز فيكتور، الماده الوراثيه به هو عباره عن ار ان اي مولكيولز، يعني مو دي ان اي، يعني مو مثل السابقات ار ان اي. يعني شلون الكورونا فيروس ايضا ار ان اي. طيب المادة الوراثية اللي موجودة بالخلية المضيف سواء كان إنسان أو حيوان أو إلى آخره، زين، هي دي إن إيه، المادة الوراثية الأساسية. هذا الفيروس أو هذا الفيكتور شو يسوي؟ الـ RNA مجرد أن يحقن داخل الخلية يحقن الفيروس وياها مادة أخرى، إنزيمين آخرين، الأول نسميه ريفيرس ترانسكريبتيز والثاني الانتجريز. بمعنى أنه الآن اجى هذا الفيروس الريتروفيروس والتصق على خلية المضيف او الفيكتور اللي احنا حاليا دعنا نستخدمه، التصق جبناه وخليناه على خلية المضيف او في الطبيعة التصق على خلية المضيف بشكل او باخر. اللي يصير انه هذا الفيروس مو فقط يحقن مادة وراثية، لا، يحقن ايضا انزيمات، يحقن انزيمين اساسيين، الاول يسموه ريفيرس ترانسكريبتيز والثاني يسموه انتجريز. طيب شنو هاي الفائدة من عندنا؟ بالنسبة للإنزيم الأول ريفيرس ترانسكريبتيز راح يحول الـ RNA مولكيولز مالت الفيروس، راح يحولها من RNA إلى DNA، هذه وظيفته. بالنسبة للإنتجريز لا، راح ياخذ الـ DNA اللي نتج من عملية تحويل الـ RNA ويدمجه ويا من؟ ويا كروموسوم الخلية. زين، خلينا نشوف ايش مكتوب بالمحاضرة. The genetic material in retroviruses is in the form of RNA molecules. معنى أنه هي بشكل جزيئات RNA. While the genetic material of their host is in the form of DNA. يعني بالنسبة للهوست خلية الهوست المادة الوراثية اللي بها هي DNA. When retrovirus infects host cells, it will introduce its RNA. راح يدخل ال RNA مالته. together with some enzyme مع بعض انزيمات اخرى اللي هي شنو؟ الريفرس ترانسكريبتيز والانتجريز. بالنسبه للار ان اي مولكيولز راح تتحول الى قطعه دي ان اي بمن؟ بعمليه يسموها الترانسكريب ريفرس ترانسكريبشن، يعني عمليه تحول الار ان اي الى دي ان اي بواسطه انزيم الريفرس ترانسكريبتيز نسميها ريفرس ترانسكريبشن. بعد ذلك هذا الدي ان اي اللي نتج راح يدمج ويا من؟ ويا خليه المضيف. بمن؟ بالانتجريز، بعمليه شو نسميها؟ انتجريشن. زين؟ طيب. Now that the genetic material of the virus has been inserted, it can be said that the host cells has been modified to contain a new gene. If this host cell divided later, its descendant will all contain the new genes. بمعنى انه لكونه الان القطعه الدي ان اي اندمجت ويا من؟ ويا قطعة ويا قطعة ال دي ان اي مالت خلية المضيف، لما الخلية المضيف نكثرها بعملية التشو كلتشر، زين؟ مثل ما ذكرناها بالمحاضرة السابقة، الخلايا اللي تنتج جميعها راح تحوي على شنو؟ راح تحوي على الجين اللي احنا دخلناه عن طريق الريتروفيروس،
طيب اكو عندنا بس مشكله اساسيه بهذه. طبعا خلينا نشوف قبل ما نجي المشكله. الان عندنا هذا الفيروس مجرد ما دخل الار ان اي، زين دخل وياه ايضا انزيم اسمه ريفرس ترانسكريبتيز، حول لي من ار ان اي الى فايرال دي ان اي. بعدين الفايرال دي ان اي اندمج ويا من؟ ويا الدي ان اي مالت المضيف بواسطه انتجريشن، بواسطه الانتجريز. زين طيب الان الفيروس يريد يطلع، شلون يطلع؟ لكونه الان هو دمج، هاي بالحاله الطبيعيه طبعا، لكونه الان هو اندمج ويا من؟ ويا الدي ان اي مالت خليه المضيف. تعرفون انتم حتى يتحول الدي ان اي الى ار ان اي، العفو حتى يتحول الدي ان اي الى بروتين، لازم اول خطوه هو شنو؟ يتحول الى ار ان اي. فمجرد انه يتحول الى ار ان اي، الار ان اي اللي دخل الان خرج مره ثانيه، صار موجود هنا. اضف الى ذلك الدي ان اي ايضا يحوي مات الفيروس، يحوي ايضا على بروتينات اخرى اللي هو الريفرس ترانسكريبتيز والبروتينات الغلاف اللي هي الكابسيد وغيرها. فاللي صار شنو؟ انه بداخل السيتوبلازم همات اكو موجود ار ان اي، وهمات انه جزء من الدي ان اي مات المضيف مات العفو الفيروس تحول الى ار ان اي وتحول الى بروتينات. فاللي راح يصير انه وجود جزيئات الار ان اي، وجود جزيئات البروتين الخارج للفيروس راح تندمج كلها سوية وراح يطلع الفيروس. هاي بالحالة الطبيعية. أما بالعلاج الجيني لا، تختلف الوضعية. شلون تختلف؟ هسه هذا ما مطلوب من حضراتكم. طيب المشكلة إنه بالعلاج باستخدام الريترو فيروس أكو بيه مشاكل. المشكلة الأساسية إنه لما يتم عملية تحول الـ RNA إلى DNA، ولما يدمج الدي ان اي بمن بالدي بال بالدي ان اي او بالكروموسومات مدخليه المضيف، عمليه الدمج تكون عشوائيه. هذه المشكله. طيب زين شنو المشكله انه هو اذا كانت عشوائيه، وشنو معنى عشوائي؟ معناه انه الدي ان اي يدمج في مكان قد يكون في نصف جين معين. يعني على سبيل المثال عندنا مثلا جين في الخليه، هذا الجين مسؤول عن إنتاج بروتين، البروتين مثلا يصلح الطفرات الوراثية اللي تصير باستمرار بالخلية. تعرفون احنا باليوم الواحد بالساعة الواحدة نتعرض إلى أشعة شمس، نتعرض إلى كثير من العوامل الكيميائية، نتعرض إلى كثير من العوامل اللي موجودة بالطبيعة اللي تسوي عندنا طفرات وراثية. ولكن من رحمة الله عز وجل إنه في جسمنا أكو منظومة تصليح لهذه الطفرات الوراثية. من اللي يصلح بها الطفرات الوراثيه؟ جينات اخرى، جينات اخرى تنتج لنا بروتينات، هالبروتينات تصلح لنا الطفرات الوراثيه اللي تنتج من قبل العوامل المختلفه الموجوده في الطبيعه، سواء كانت اشعات الشمس، سواء كانت مواد كيميائيه، الاكل المعلب الى اخره. بعض الاحيان اصابات بكتيريه، اصابات فيروسيه تسبب طفرات. طيب اذا كان هذا الجين اللي هو مسؤول عن تصليح الطفرات الوراثيه صارت بي حشر انحشرت الماده الوراثيه مالت الفيروس بنصفه، يعني بهاي الحاله صار عندي انسيرشن ميوتاجينيسيس، يعني معناها انحشرت قطعه دي ان اي داخل الجين مالتي اللي 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 مسؤول عن انتاج بروتين يصلح الطفرات الوراثيه. راح يطلع لي بروتين جديد بالشكل، او قد ما يطلع اصلا بروتين، وبالتالي الخليه تفقد اهم وظيفه لها اللي هي شنو؟ عمليه التصليح. وبالتالي ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا سرطانات بالخليه. زين راح يصير عندنا كانسر. ولذلك واحده من المشاكل الاساسيه اللي راح نواجهها بالريتروفيروس فيكتورز هو هذه المشكله. ولاحظوا طبعا في دراسات، هل قدروا انه يتجاوزون هذه العمليه ويخلوه انه سبيسيفيك وبحيث ما يسبب لنا هذه المشكله؟ اي لقوا على التقنيات. شلون؟ ان شاء الله اذا 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 سمح المجال قد ربما نسوي محاضرات عميقه اكثر وعمق حول التقنيات الاحيائيه المستخدمه في هذا المجال. لحد الآن احنا تطرقنا إلى ثلاث أنواع أساسية لفيكتورات الفيروس، زين؟ اللي مستخدمة في العلاج الجيني، اللي تتوقعوا ربما أجيب لكم أنه بالامتحانات، يعني أنه أتوقع شنو؟ ربما تعريف، ربما تعليل، ربما سؤال معين، ربما مقارنة، أقول لك قارن لي بين هاي الأنواع الثلاثة كلين. طيب هذه بالنسبة لمن؟ للطرق الفيروسية. أكو طرق غير فيروسية أقدر أدخل بيها الجين سليم في داخل الخلية؟ أي أكو. هذه الطرق بعضها كيميائية بعضها فيزيائية، راح أكتفي فقط بذكر بعض الطرق الفيزيائية. من هذه الطرق الفيزيائية هو عملية يسموها بالإلكتروبوريشن. الإلكتروبوريشن هو أنه أستخدم المجال الكهربائي، أصعق الخلية اللي زين بالكهرباء، اللي يصير أنه هذه الصعقة الكهربائية راح تسبب لي
ثقوب بالغشاء الخارجي للخلية. وبالتالي إذا أنا مزجت خلايا سليمة من الإنسان، إذا ترجعون للمحاضرات السابقة ذكرنا أنه شلون نقوم بها العملية، إذا in vitro يعني خارج جسم الإنسان، نأخذ نسيج معين، بعد ذلك هذا النسيج نزرعه بالتشو كلتشر، وبعد ذلك نمزج ويا الخلايا اللي راح نسوي لها هارفستنج، يعني عمليه حصاد من المزرعه اللي زرعناها بها، ونمزج ويا هذه الخلايا قطع الدي ان اي السليمه اللي اريد ادخلهم، وبعد ذلك اعرضها الى مجال كهربائي، فاللي يصير انه الخلايا تثقب ويمكن لبعض الجزيئات الدي ان اي بالدخول الى داخل الخليه، خصوصا انه جزيئه الدي ان اي مشحونه سالب، الموجود فيه خارج الغشاء ايضا شحنه مخالفه او مشابهه، زين، واختلاف هذه الشحنات الكهربائيه يسبب ولوج لقطعه الدي ان اي من خلال هذه الثقوب الى داخل الخليه. هذه ما يسموه بالالكتروبوريشن. عندنا لا اكو نوع ثاني، طريقه ثانيه يسموها الجين جان. الجين جان، الجان معناه مسدس، زين، اللي يصير شنو، انه اخذ قطعه الدي ان اي اللي اريد السليمه اللي اريد ادخلها في داخل الخليه، واسوي لها كوتد، يعني اخليها داخل، اغلفها بجزيئات الذهب. طبعا هذه التقنيه يسموها النانو بايو تكنولوجي، اللي هي الجزيئات النانويه، التقنيات النانويه، اغلفها بمن، بجزيئات الذهب، وبعد ذلك الودها بهذا الجهاز الجين جان، زين، وباستخدام طبعا طرق فيزيائية معينة راح تولد في الطاقة كبيرة. اللي يصير شنو، انه هذه الطاقة تمكن جزيئة الدي ان اي من الدخول الى داخل الخلية، وبنفس الوقت تترك يعني الجولد بيهايند، يعني الجولد مادة الذهب ما راح تدخل داخل الخلية، ولكنها راح تساعدها عليما على اختراق الغشاء الخلوي والدخول داخل الخلية. التقنية الثالثة اللي هي السونوبوريشن. السونوبوريشن هو نوع من أنواع التقنيات يستخدم بها الموجات الفوق الصوتية. الموجات الفوق الصوتية يسموها ultrasonic frequencies، ترددات فوق الصوتية. هذه الترددات تسهل لي من دخول الـ DNA إلى داخل الخلية. عادة الـ process of acoustic تسوي عملية disruption، وين يعني عملية تشويه بمن، بالغشاء الخلوي، وهذا التشويه يسمح لي بدخول جزيئة الدي ان اي الى الداخل. التقنية الرابعة اللي هي الماجنيفيكيشن او الماجنيتوفيكيشن، سوري، الماجنيتوفيكيشن هو انه تاخذ قطعة الدي ان اي اللي تريد تدخلها وتسوي لها كومبلكست وذ ماجنتيك بارتيكل، يعني تخليها تلودها بمادة مغناطيسية او جزيئات مغناطيسية، بعد ذلك لما ندخلها ويا الخلايا بمزرعه التشو كلتشر تخلي جواها فد سورس مات ماجنتيك، وتتركها فتره معينه. اللي يصير شنو، انه راح يصير ضغط فيزيائي، يعني هذه الطرق كلها طرق فيزيائيه، زين، فراح يصير ضغط فيزيائي، زين، لانه قطعه الدي ان اي تم لودها بجزيئات مغناطه، وراح تخلي جو الطبق البتري ديش اللي انت زارع عليه الخلايا بالتشو كلتشر اللي تكلمنا عليها بالمحاضره السابقه، فراح يصير عندي مصدر مغناطيسي، هذا المصدر المغناطيسي راح يولي الضغط على غشاء الخليه، وراح تنتقل الجزيئات الدي ان اي الى داخل الخليه. هذه الطرق هي طرق غير فيروسيه، طرق نون فايرال، تستخدم بالجين ثيرابي، راح ندخل بها جزيئات الدي ان اي الى داخل الخليه. في الحقيقة عملية إدخال جزيئة الدي ان اي، وكيف انه جزيئة الدي ان اي تحل محل جزيئة الدي ان اي الأخرى المعابة في داخل الخلية، هذه تحتاج إلى محاضرات جدا متقدمة لحضراتكم، ولذلك احنا نكتفي بالعلاج الجيني بذكر هذه المقدمات. إن شاء الله حضراتكم الأشخاص اللي يوفقون ويكملون دراساتهم العليا، إذا تخصصوا في هذا المجال راح يعرفون بالضبط التقنيات الأحياء الجزيئي اللي يتم عن طريقها، شلون انه يعني اللي اريد اوصل لانه راح ان شاء الله يعني بالمستقبل لهذا الشخص اللي راح يتخصص راح يعرف بالضبط كيف تسخر علم التقانة الاحيائيه وعلم الاحياء الجزيئي في تفاصيل عمليه الجين ثيرابي. وبنهايه المحاضره اذا كان اي من حضراتكم عنده سؤال feel free to ask، أكون موجود على صفحة الفيسبوك الخاص بنا. بالنهاية أتمنى لكم التوفيق،
وأتمنى أنه المحاضرة غير مملة وغير مطولة. شكرا جزيلا لحضراتكم، وأسألكم الدعاء لي ولوالدي. في أمان الله.